يبدو أن الجميع متحمس للهيدروجين، العلماء والسياسيون والمستثمرون، بل وحتى شركات النفط. فماذا يعني ذلك ولماذا هو مهم إلى هذه الدرجة؟ لمكافحة كارثة المناخ نحتاج إلى التخلي بسرعة عن المحروقات الأحفورية، ولحسن الحظ يوجد الحل في متناول اليد، الاقتصاد في الطاقة وترشيد استخدامها وسد الاحتياجات المتبقية من خلال الطاقات المتجددة التي لا تنضب، وخاصة طاقة الرياح والشمس التي أصبحت في وقتنا الحاضر أرخص مصادر الكهرباء في كل مكان تقريباً. لكن هناك بعض الاستخدامات التي تستوجب الوقود الأحفوري ولا يمكن تعويضه بالكهرباء، مثل الشحن الدولي والطيران، لأنه من المستحيل توصيل كابل أو استخدام بطارية فيها، أو عندما تتطلب العملية الصناعية تفاعلات محددة كما هو الحال في صناعة الصلب وبعض الصناعات الكيميائية. ولمثل هذه الاستخدامات فقط دون غيرها يكون الخيار الأمثل هو الهيدروجين الأخضر، حيث يتم إنتاجه باستخدام أحد مصادر الطاقة المتجددة، وهو يسمح بتخزين ونقل كميات كبيرة من الطاقة النظيفة والمتجددة. قد يحدث التباس عندما نعلم أن استخلاص الهيدروجين يمكن أن يتم بطرق مختلفة، ولكل منها تسمية لونية معينة. فالشكل السائد حالياً هو الهيدروجين الرمادي أو الأسود، المستخلص عن طريق خلط الغاز الأحفوري أو الفحم مع بخار الماء، وتطلق هذه العملية كميات كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، ما يعني أنها ليست نظيفة على الإطلاق. هنا تجادل لوبيات الوقود الأحفوري بأنه من الممكن احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه في الأرض من خلال عملية تسمى CCS، وهو ما يسمى بالهيدروجين الأزرق. لكن ثمة مشكلة، إذا أخذنا بعين الاعتبار كل انبعاثات غاز الميثان أثناء إنتاج الغاز الأحفوري، قد يكون الهيدروجين الأزرق مضراً للمناخ بقدر الضرر الناتج عن حرق الغاز الأحفوري مباشرة، ولذا لا يمكن اعتباره حلاً. يمكن أيضاً استخلاص الهيدروجين عن طريق فصل جزيئات الماء باستخدام الكهرباء خلال عملية تسمى التحليل الكهربائي، ويختلف الأمر باختلاف مصدر الكهرباء. الهيدروجين الوردي يستخلص باستخدام الطاقة النووية التي تطرح مخاطر عدة وتخلف تركة من النفايات شديدة السمية التي يجب تخزينها في مكان آمن طيلة آلاف السنين. أما الهيدروجين الأخضر فيستخلص باستخدام الطاقات المتجددة وخصوصاً الرياح والشمس، لكنه للأسف يشكل أقل من 1% من جملة إنتاج الهيدروجين اليوم. وحده الهيدروجين الأخضر يمكن أن يكون نظيفاً ومستداماً بالفعل، لذا إذا احتجنا في بعض استخداماتنا إلى الهيدروجين فمن الضروري أن يكون هيدروجيناً أخضر. لكن حتى لو تحقق ذلك فإننا نحتاج إلى ضمان، وهو أن لا يتم إنتاجه حصراً بشكل مستدام فحسب، بل أن يتم تداوله بشكل مسؤول أيضاً. يمكن التعرف على المزيد من خلال النقر هنا.